السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة الدوت نت كور ولغة سي شارب. خلال هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على بعض الوظائف التي تسمح لنا بالتعامل مع النصوص في لغة سي شارب، حيث أن لغة سي شارب توفر لنا مجموعة من الوظائف التي تمكننا من التعامل مع النصوص وإجراء مختلف العمليات التي نرغب فيها، من تقطيع ودمج وبحث وتصغير وتكبير حالة الأحرف يعني، وغير ذلك من الوظائف المهمة التي سنستعرض بعضها في الأمثلة التالية إن شاء الله. تعالوا بنا في الأول نعلن عن متغير نصي string نسميه مثلا name. هذا متغير name سنخزن فيه مثلا القيمة خالد السعداني مثلا. ثم الآن سنجري على هذا المتغير النصي أو هذه القيمة النصية خالد السعداني المخزن في هذا الفاريبل، هذا المتغير المسمى نيم، سنجري عليه بعض العمليات. في الأول سنتعرف على كيفية الحصول على عدد الحروف المكونة للسلسلة النصية. سنكتب الرايت لاين نيم دوت لانت. لانت هي عبارة عن بروبرتي، خاصية تسمح لنا بالحصول على عدد الحروف المكونة للسلسلة النصية. لو ضغطنا على كنترول F5 سيعطينا عدد الحروف المكونة للقيمة النصية المخزنة في الفاريبل نيم. لاحظوا مكونة من 16 حرفا، لو حسبناها سنجد 16 حرفا بالفعل. هناك بعض الوظائف التي أحبتي في التي تسمح لنا بتصغير النصوص وتكبيرها. سنأتي ونكتب دائما الرايت لاين الفاريبل نيم، إذا أردنا التكبير نقول له دوت تو أبر. تو أبر هذه الميثود تسمح لي بالتكبير، لو ضغطت على كنترول F5 سيظهر النص كبيرا. لاحظوا خالد السعداني بحالة حروف كبيرة. ونقيض to upper هو to lower، Ctrl C Ctrl V to lower هذه الميثود، Ctrl F5. لاحظوا تم تصغير الحروف على فرض أن هناك حروف كبيرة هنا مثلا خالد السعداني، باستعمال to lower سيتم تصغير جميع الحروف. Ctrl F5 لاحظوا تم تصغير جميع الحروف. هناك وظائف أخرى أحبتي في الله، عندنا مثلا الوظيفة substring. الوظيفة substring تسمح لنا بتقطيع النص عبر تحديد نقطة البداية وعدد الحروف المراد تقطيعها. لو كتبت الرايت لاين دائما، أنا أكتب رايت لاين حتى أعرض النتيجة، يعني ممكن أن أخزن هذه النتيجة التي ترجعها الوظيفة، ممكن أن أخزنها في variable. سأتي أكتب name.substring ثم أفتح القوس. هنا هي عبارة عن overloaded method، يعني method لها مجموعة من البارامترات هذه التي سأحتاجها. هنا start index من أين أريد التقطيع أن يبدأ، أريده أن يبدأ من صفر ثم فاصلة. في الأرجيومنت أو البارامتر الثاني سأحدد عدد الحروف المراد تقطيعها length. مثلا أريد أن أقتطع خالد فقط، أجتزي الكلمة خالد فقط، يعني سيبدأ من صفر 1 2 3 4 5 6 يعني إلى نهاية 6، ثم أختم بفاصلة منقوطة وأضغط على كنترول F5. لاحظوا بالفعل تم تقطيع خالد فقط. هذه أحبتي في الله هي الدالة substring، ودور هذه الدالة أو هذه الوظيفة هو تقطيع النص. توجد عندنا دوال أخرى مثل الدالة splice. الدالة splice تسمح لنا بتقطيع نص معين عبر كاركتر ثم تخزين القيم الناتجة في مصفوفة. يعني لو أتيت وكتبت write أو أعلن عن مصفوفة string أسميها مثلا array splice يساوي ماذا؟ يساوي name.splite. ثم هنا لاحظوا يعني عبارة عن شار، سأضع يعني رمز التقطيع، يعني سأقطع خالد السعداني برمز space بهذا الرمز الفارغ هكذا. ما الذي سيحصل أحبتي في الله؟ سيذهب هذه الميثود الآن splite، ستذهب إلى هذا الفاريبل name وستقوم بالبحث عن هذا الكاركتر، وحيثما وجدته ستقوم بتخزين القيمة التي قبله في عنصر من عناصر المصفوفة. يعني هنا عندنا space 1 يعني ستكون المصفوفة مكونة من عنصرين، يعني هذا العنصر خالد والعنصر الثاني السعداني. يعني لو أتيت الآن وعملت write line للعنصر الأول من المصفوفة اللي هو array splite، العنصر الأول الموجود في الرتبة 0، ما الذي سيظهر أحبتي؟ ستظهر خالد. لاحظوا ظهرت خالد. لو كتبت 1 سيظهر السعداني. لاحظتم كيف أحبتي في الله؟ هذا فيما يخص splite method. يمكننا أيضا أن ندمج العناصر فيما بينها، إما من خلال الرمز زائد، يعني عملية concatenation تكون بالرمز زائد، أو من خلال join أو من خلال concat. عندنا مجموعة من الوظائف أحبتي في الله. سنتعرف على concat، أزيل الكومنت الآن.
سأدمج مثلا العنصر الأول للمصفوفة مع العنصر الثاني للمصفوفة، سأقول له right line array splite العنصر الأول يعني الموجود في رتبة صفر، ثم أقوم بدمجه، أضع هنا مثلا الرمز، أي رمز أريده ليكون مثلا هذا الرمز، هذا فقط سيظهر يعني عبارة عن نص، ثم هنا نص يعني العلامة المزدوجة، ثم أدمجها مع العنصر الثاني من المصفوفة يعني الموجود في الرتبة واحد. ما الذي سيظهر أحبتي في الله؟ هنا باستعمال الرمز الزائد سيتم دمج النصين، كنترول اف 5، لاحظوا خالد السعداني وتم دمجهما عبر هذا الرمز، عبر هذا رمز الشرطة أو رمز العارضة. يمكننا أيضا أن ندمج فيما بينهم من خلال استعمال الميثود كونكات، والميثود كونكات أحبتي في الله تابعة للكلاس سترينج، يعني سنأتي ونكتب سترينج دوت كونكات، ثم أفتح القوس، هنا عندي مجموعة من الأرجيومنتس يمكن أن أمرر عدد بعدد ما أريد، سأدمج الأري سبلايت 0، أدمج الأري سبلايت 0 مع الأري سبلايت 1. تمام، هنا نسيت قوس. تمام، لو نفذنا ستظهر خالد السعداني مدموجة دون فراغات، لاحظوا أن العنصر الأول والعنصر الثاني تم التفريق بينهما في سبيس باستعمال سبلايت، يعني هنا عندي العنصر الأول والعنصر الثاني، فإذا أردت أن أضع يعني سبيس يمكن أن أستعمل دالة أخرى مثل كونكات تسمى جوين. الدالة جوين أحبتي فلا تسمح لي بتمرير الرمز الذي أريد أن أربط به، يعني سأضعه هنا في الأول، هنا سأضع الرمز وليكن مثلا رمز العارضة هكذا العارضة العمودية، لو نفذت كنترول اف 5 لاحظوا خالد السعداني. فالدوال جوين وكونكات أو الرمز زائد باختصار أحبتي في الله هي عبارة عن وظائف تسمح لنا، وظائف وروابط، لأن الجوين وكونكات عبارة عن وظائف، عبارة عن ميثودز، بينما الرمز زائد عبارة عن أوبريتور. هذه المكونات أحبتي في الله أو هذه العناصر تسمح لنا بدمج النصوص. أيضا إخواني وأخواتي يمكننا أن نتحقق من احتواء نص معين على قيمة معينة، يعني لو أردنا مثلا من أن نتحقق من أن هذا النص خالد السعداني يحتوي على مثلا حرف S أو حرف N أو جزء معين أو عبارة معينة، فيمكننا عمل ذلك من خلال الميثود المسمات ب contains، يعني write line لو كتبت اسم الفاريبل عندنا هو name dot contains، ثم مررت له القيمة التي أريد أن أبحث عنها مثلا lead مثلا، وطبعا هنا ما الذي سيرجع لي؟ سيرجع لي القيمة true، لأن ليد بالفعل موجودة في النيم، موجودة هنا، لو ضغطت على كنترول F5 سيعطيني القيمة ترو، لاحظتم كيف؟ بينما لو كتبت يعني قيمة أخرى مثلا هكذا سيعطيني فولس، لأن هذه القيمة غير موجودة. فهمتم كيف أحبتي في الله؟ إذا فلو أردنا أن نبحث داخل نص معين نقول له if name.contains القيمة المعينة، ثم نقوم بالبحث عنها، إما contains إما استعمال الاندكس اوف ميثود، يعني في عمليه البحث غالبا ما نستعمل الاندكس اوف ميثود. ساعطيكم مثالا احبتي في الله، يعني نريد مثلا ان نبحث داخل هذا النص من انه يشتمل على خالد، اذا وجده نريده ان يعيد لنا رتبته، واذا لم يجده يعيد لنا رساله يقول لنا not found. سنقول له if باختصار if name dot index of، هذه الميثود التي اتحدث عنها احبتي في الله، ثم امرر النص المراد البحث عنه مثلا هو خالد، إن كان أكبر من ناقص واحد، لأن ناقص واحد تعني أن النص غير موجود أو القيمة المبحوث عنها غير موجودة، إن كانت أكبر من ناقص واحد هذا يعني أنها غير موجودة، سنقوم بعرض مكانها، نقول له write line خالد is found at، ثم أضع الأندكس أو أستعمل string interpolation، يعني أضع الدولار هنا at، ثم أكتب رتبة العنصر، رتبة العنصر أحبتي في الله هي هذه، يعني name dot index of، يعني سيعطيني رتبة أول حرف في السلسلة النصية، إن وجده سيقول لي موجود في هذه الرتبة، else إذا لم يجده سيقول لي right line not found. تمام، ما هي القيمة التي نريد أن نبحث عنها أحبتي في الله؟ سنبحث عن خالد، control F5، خالد is found at 0، لأنه بالفعل خالد موجود يبدأ من الرتبة 0، لو بحثت عن السعداني أعتقد سيعطيني، عفوا السعداني سيعطيني الرتبة 8، لاحظوا 0 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني يبدأ من 8،
ثم هنا نفس الكلام كنترول سي كنترول في، لو نفذت سيعطيني هذه المرة من أين يبدأ، أو 7 لأنه يبدأ من 0. عموما لقد وجده، هنا يكفي فقط أن نغير النص المراد البحث عنه، لكن ما يعنينا نحن هو الاندكس اوف ميثود التي تسمح لنا بالبحث عن قيمة نصية معينة داخل سلسلة نصية. هذه أحبتي في الله هي أشهر الوظائف التي تسمح لنا بالتعامل مع النصوص في لغة سي شارب. عندنا وظائف أخرى أحبتي في الله، عندنا مثلا انسرت التي تسمح لنا بإدراج نص معين داخل نص معين، عندنا مثلا ريبليس التي تسمح لنا باستبدال نص بنص آخر وهكذا دواليك. نكتفي بهذه الوظائف ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته، من أجل التعرف على كيفية التعامل مع العملات المالية، يعني كيف نقوم بتنسيق العملات وعرضها بالشكل المعروف. نكتفي بهذا القدر، أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.